كريم، مساء الفل عليك. مساء الفل عليك زميلي العزيز محمد سعيد، برحب بيك طبعا في البدايه وبرحب بكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله يكون كالعاده سبب النصر النهارده بمشيئه الله. يا محمد، مقر إقامة دائما النادي الاهلي بيحتاج اماكن تكون هادئه بعيدا عن صخب العاصمه شويه، ويمكن مش بعيد عن استاد القاهره، فعايز اعرف منك بقى الاجواء واخبار الفريق. ويمكن كمان في نقطه مهمه، مارسيل كولر كان حريص انه يدخل معسكر قبل المباراه ب 24 ساعه فقط، فكل التفاصيل دي بالتاكيد من خلالك محتاجين نسمع منك كل الجديد. بالتاكيد طبعا يا محمد، يعني مباراه غايه في الاهميه النهارده لفريق النادي الاهلي امام فريق الزمالك على استاد القاهره ان شاء الله باذن الله. بنتمنى كل التوفيق النهارده لفريقنا لفريق النادي الاهلي، زي ما بناكد في كل مره يا محمد طبعا بالجديه الكبيره وبالروح وبشخصيه النادي الاهلي، تستطيع ان يعني كل الصعوبات تعديها مهما كانت الاصابات. الاهلي بمن حضر ليس شعار وهي حقيقه، الغيابات الكثيره وكل الامور طبعا اللي معلومه للجميع عن فريق النادي الاهلي لن تؤثر بمشيئه الله ان شاء الله بالروح والاصرار الكبير اللي شايفينه، بالتجمعات، بالاحاديث، بالتدريبات يا محمد طبعا اللي بنلمسها، وبنلمس الجدية ومدى جدية لعيبة النادي الأهلي وتركيزها في هذه المرحلة. تذكرت نقطة مهمة جدا في البداية كالعادة، فندق الإقامة اللي بيكون ليه دور كبير جدا لفريق النادي الأهلي في مزيد من التركيز، وده الجانب الإداري المعتاد من طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ وكل طبعا الطاقم الإداري بتوفير مناخ طيب مع الجوانب الفنية طبعا اللي بيقوم بها مستر مارسيل كولر، اللي بيحاول في كل التدريبات ان يكون ليه أحاديث ثنائية وفردية وجماعية مع اللاعبين. الراجل يمكن بيقابله ضيق وقت كبير جدا ان هو يحاول يصحح بعض الأخطاء، لكن خلاص يا محمد ده المعتاد لفريق النادي الاهلي، بتاخد من مباراه كاس لمباراه دوري، لكن المباراه اليوم النهارده لها تركيز كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي برغم الغيابات زي ما اكدنا وبرغم الاصابات، لكن اي حد هيكون موجود النهارده ان شاء الله باذن الله يبذل كل الجهد والتوفيق ان شاء الله يكون معاه، لان كل مجتهد نصيب. لعيبه النادي الاهلي بتجتهد بشكل كبير، الجهاز الفني بيقرا بيخطط بيحاول ان هو يوقف على كل كبيره وصغيره اللي طبعا لفريق نادي الزمالك من هايلايتس ومن المباريات. ينقصنا التوفيق، ينقصنا فريق جمهور النادي الاهلي اللي عليه دور كبير جدا مع الاصرار اللي منتظرينه ان شاء الله من فريق النادي الاهلي في 90 دقيقة. أجواء طيبة جدا يا محمد طبعا هنا في فندق الإقامة، حالة من التركيز المعتادة لفريق النادي الأهلي، يعني عايز أقول لك من لحظات انتهت وجبة الغداء الخاصة بفريق النادي الأهلي، وأيضا كمان يعني في خلال 15 دقيقة يكون المحاضرة الفنية الأخيرة هنا في فندق الإقامة، ويتوجه الفريق إلى استاد القاهرة في تمام الساعة 6:30. التجمعات الثنائية اللي أنت ذكرت عليها والجمعية الحقيقة يمكن بنشوفها من التدريبات وليس اليوم. اليوم النهاردة بنشوف بعد وجبة الغداء الكل بيتكلم، الكل بيأكد على أهمية المباراة، كل عايز يفرح النهاردة جمهور النادي الأهلي. الغيابات زي ما اكدنا محمد والاصابات لن تكون ان شاء الله بمشيئه الله لها تاثير على فريق النادي الاهلي، عندنا سكواد مميز جدا، لكن زي ما بنقول التوفيق مع اي لعيب النهارده مش مع المجموعه كلها، ان شاء الله باذن الله نستطيع ان نعبر هذه المباراه والفرق يزيد وتبدا ان انت تخش بشكل كبير جدا في الاجواء القادمه. نقطه مهمه جدا محمد حابب اكد معاك طبعا عليها، على يمكن طبعا انت عارف يعني قائمه النادي الاهلي يمكن لن نستطيع ان نتكلم عليها طبعا القائمه، لكن عايز اكد لك ان كل اللعيبه جاهزه لهذه المباراه، تحديدا كمان حمدي فتحي يمكن ان شاء الله باذن الله هو متواجد في قائمه فريق النادي الاهلي مع ايمن اشرف. يعني مش عايزين طبعا نتكلم بشكل كبير على القائمه والامور دي، لكن عايز اكد لك يا محمد الجديه والروح الكبيره جدا وانكار الذات والتضحيات الكبيره جدا اللي بنشوفها مع لعيبه النادي الاهلي مديانا مردود كبير ومديانا امل ان شاء الله ان احنا النهارده هنشوف 11 راجل في الملعب 90 دقيقه على قلب رجل واحد، جمهورنا عليه دور كبير جدا. ويمكن في رساله مهمه واكيد انت محمد هتاكد على هذا الامر، رساله لمحمود عبد المنعم كهربا، يعني ركز فقط لا غير النهارده في 90 مباراه، ضبط النفس لابد يكون مهم جدا، لان انت طبعا ممكن تقابل بعض الهتافات بعض الامور المعتاده في مجال كرة القدم، لكن ربنا وفقه في المباراة الأولى، منتظرينه النهاردة كمان يكون كالعادة محمود كهربا واحد من نجوم فريق النادي الأهلي مع المجموعة كلها، عارفين النجم هو للنادي الأهلي، لكن كهربا بمشيئة الله النهاردة يكون له دور كبير مع الشحات مع عبد القادر مع طاهر مع كل اللعيبة المنتظرين إن شاء الله يا محمد، ويا رب إن شاء الله بإذن الله كل الظروف والمناخ والأجواء وكل الأمور تكون معنا إن شاء الله يا محمد في مباراة اليوم. مهم كلامك ده يا كريم، لأن أنا كمان أكدت على جزئية العامل النفسي، يمكن كهربا على مستوى العامل النفسي لما شارك قبل كده في مباريات الأهلي أمام الزمالك كان دايما النتائج والارقام كلها ايجابيه للاهلي امام المنافس التقليدي، وبالتالي العامل النفسي مهم جدا اللي احنا نركز عليه. سيبك بقى من فكره ان اي حد يكتب بوست والقاك غدا او بعض الجماهير اللي ممكن تكون فيه هتافات، كل التفاصيل دي اكيد بقى في اتحاد كوره وفي مراقبين وفي ناس مسؤوله، هيبقى في متابعه مهمه جدا لكل التصرفات اللي ممكن تحصل في مباراه اليوم. ولكن جزئيه كهربا انا كمان انا شايف يمكن صور قدامي لكهربا مع اللعيبه، شايف ابتسامه من ديانج من رامي ربيعه، في كمان عنصر الخبره مهم جدا يا كريم، شايفين الشناوي علي معلول محمد مجدي قفشه اليو ديانج، عناصر الخبره كمان كل دي امور اعتقد ممكن تبقى ايجابيه وتخلي فريق الاهلي اهدى شويه وفي نفس الوقت تخلي الثقه وتركيز اعلى في هذه المباراه.
بالتاكيد يا محمد طبعا، يعني انت عارف طبعا، وانت عارف اوضه اللبس، وقلنا سر نجاح فريق النادي الاهلي في غرفه خلع الملابس الكباتن الكبار والتجهيز والتحضير، وان انت ازاي تدخل الوافدين الجدد سواء مروان خالد كريستو، ان انت ازاي تدخلهم تنسجم سريعا، كهربا ازاي ترجعه وتكلمه، نفس الشناوي ايمن اشرف، كل اللعيبه، علي معلول، مش عايزين ننسى حد من اللعيبه، كل اللعيبه دي بتقوم بدور كبير جدا. واللي مساعد كمان ان الكل على قلب الراجل واحد يا محمد، التضحيات مهمه، انكار الذات مهم جدا، عشان كده النهارده محتاجين دخولنا يكون جيد جدا في المباراة. امور فنيه عديده كبيره جدا اكيد مستر كولر بيتكلم عليها، الكره الثانيه مهم ان احنا نركز فيها جدا، محتاجين ان احنا نسجل في الربع ساعه الاولانيه، محتاجين ان احنا نقسم الجيم بشكل كبير. اكيد كولر بقراءته الفنيه الممتازه وبهدوء الحقيقه خارج الخطوط، متفائلين بيه جدا ان شاء الله في اداره هذه المباراه، لكن ينقصنا الجديه والروح الكبيره جدا اللي عايزينها من فريق النادي الاهلي. الجمهور بالتاكيد هيكون متواجد، هيداعم وهيساند وهيحفز 90 دقيقه كالعاده، لكن دور الاكبر ان شاء الله يكون على لعيبه النادي الاهلي، لان النهارده مصر عايزه تفرح وجمهور النادي الاهلي عايز يفرح، وان شاء الله باذن الله تكون الفرحه على هؤلاء طبعا الرجال 11 راجل في الملعب باذن الله، 90 دقيقه على قلب رجل واحد، ويا رب ان شاء الله باذن الله محمد الثلاث نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي في مباراه مهمه جدا في اهم فترات الموسم. محمد، ناس كتير يا كريم بتقعد تبعت لنا التشكيل المتوقع، طب يا جماعه هل في مفاجاه؟ ما ممكن يكون في مفاجاه واثنين وثلاثه، بس هي مش هتبقى مفاجاه لو احنا قلنا اكيد، ما عشان كده بتبقى مفاجاه، فخلي كل المفاجات لما يتم الاعلان عن التشكيل الرسمي لما الفريق يوصل استاد القاهره. لكن المتاح بالنسبه لك يا كريم، النهارده كان في محاضره فنيه، الفطار كان ميعاده امتى؟ التحرك للاستاد هيبقى ان شاء الله الساعه كام؟ يعني هقدر اقول لك يا محمد طبعا الفطار كان صباحا واحدة ظهرا، طبعا انت عارف المباراه 8:30 فكان الوقت متاخر شويه، وجبه الغداء يمكن زي ما بقول لك انتهت من لحظات كانت محدد ليها 5:30، والمحاضره طبعا هتكون فيها الساعه 6:10 يعني انت عارف كولر ما بيركزش بشكل كبير جدا في المحاضره في فندق الاقامه على ان تكون المحاضره الاهم طبعا قبل النزول الى الملعب. يتحرك فريق النادي الاهلي في 6:30، انت عارف طبعا الفندق قريب نوعا ما من استاد القاهره، من 25 ل 30 دقيقه على يصل النادي الاهلي بمشيئه الله في 7 قبل المباراة كالعادة ب1:30. الأمور طيبة يا محمد والأجواء ممتازة جدا لفريق النادي الأهلي، يا رب إن شاء الله بإذن الله كل المجهودات اللي بتبذل في التدريبات وفي التخطيط وفي الجمل الفنية والتكتيكية وإصرار اللاعبين يترجم بأداء ونتيجة تسعد كل جمهور النادي الأهلي يا محمد. زميلي العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.